احنا بدأنا انت عارف المعسكر من يوم 6/6 في معسكر ابو الغرب، هم احنا قايمين من اول يوم انهم 10 ايام صعبين. وقلنا ان 10 ايام صعبين ليه كمان؟ عشان بقى في شهر 6، شهر 6 ليه صعب؟ ان الدوريات بتنتهي باختلاف المواعيد في كل بلد عن الثانيه، فبالتالي كل لعيب بيبقى عنده ظروفه البدنيه التاهيليه، فبالتالي كان في شغل جامد جدا من الجهاز الفني في الفتره الحاليه مع كل لعيب في برنامج لوحده. هنرجع على القاهره يوم 17 اول مباراه، يوم 21 بقى في استاد القاهره، وربنا يوفق ان شاء الله. تم تدريب على استاد القاهره قبل البطوله؟ بص، هو طبعا هو استاد القاهره عشان الناس تبقى لازم تفهم كويس جدا، اي استاد تبع البطوله كان تدريب او اذا كان مباريات لازم يكون بيسلم اللجنه المنظمه، لازم تسلمه للبطوله قبلها ب 14 يوم. فبالتالي استاد القاهره حتى الناس كلها ما لعبتوش ليه مباراه، نتمنى يعني فنتمنى نلعب مباراه قدام اللي احنا شفناهم دول على استاد القاهره، فطبعا ده كان صعب جدا. تدريب برضه نفس الشيء، انت لو سمح لك انت خلاص دخلت في البطوله قبلها بخمس ايام، لو دخلت في البطوله يبقى خلاص مش معنى انت ليه مش زيمبابوي، ليه مش الكونغو، ليه مش اوغندا تتمرن. فبالتالي ليه تدريبه واحده بس رئاسيه، واحتمال في ساعات في البطولات الكبيره ممكن يتلغي جدا التدريب الاساسي على الملعب المباراه، نتيجه انت بتهلكه قبلها بيوم، فبالتالي في ساعات بتلغي، لكن ده الوضع بالنسبه لاستاد القاهره. زياره كانت من ناحيه معنويه طبعا حاجه هايله جدا، حاجه جميله، ويمكن احنا كمنتخب مصر كان الحظ احنا في الفتره اللي فاتت بنقابل سياده الرئيس، الكلام مشجع والشباب وحمس الولاد، ويعني يتكلم كلام بصراحه مأثر فيه لغايه دلوقتي يعني. فلا الحمد لله زياره كويسه، الحمد لله الولاد مبسوطين، وان شاء الله نقدر يعني نعمل حاجه ان شاء الله ونرفع راسه ان شاء الله. اقوى نفسين 23 فرقه الطبيعي لما تكون داخل في بطوله وبطوله كبيره وبطوله افريقيا او مره 24 منتخب، بطولات زي دي زي كاس عالم ما ينفعش تبص للمجموعات ماتش ده سهل، ما فيش حاجه اسمها ماتش سهل، خلاص الكوره خلصت يعني. ممكن يكون مباراه اسهل من الاخرى، لكن مباراه سهله او مجموعه سهله الكلام ده خلاص. وبعدين لما تكون 24 فرقه اجتهدت وعملت في التصفيات، فاكيد الفرقه دي تستاهل انك توصل، فلما تستاهل وتوصل مش معناها انها فرقه انا اسف التعريف لفظ ضعيفه، لكن بيبقى في فرقه اسهل من فرقه اخرى. احنا مركزين جامد جدا يعني، يمكن وقلنا الكلام ده كتير، ما بنخشش في التفاصيل انا ما بخشش فيها كمسؤول، وحبش اتكلم فيها جدا، ان ده تركيز ده شغل. فنتكلم في فنيات، نتكلم في الامور الاداريه، نتكلم في ترتيبات المباراه، نتكلم في الحاجات دي كلها، دي مهمه جدا، لكن ده اكل ايه وده عمل ايه، الكلام ده يعني مش دايما طبيعي كده، مش محل